سبحان الله ببعض الشباب يعني سووا خلينا نقول بادرة يعني عملوا مجموعة على تليجرام. أنا طبعا ما كنت أعرف فيها والله إلا حديثا يعني. طيب عملوا مجموعة على تليجرام فيها خلينا نقول مثل تناوب يعني إنه مثلا فتح رابط عين تاء فتح رابط كذا يعني لما يصير في رابط فتح هم فورا بيبعثوا على الغرفة إنه ترى شباب برابط فتح. طيب عرفت شلون؟ المجموعة هاي تقريبا بها حوالي يمكن 1000 شخص يعني. طيب يكون بينهم سماسر حتى يعني عشان ما انه انا زكيها يعني انا اصلا ماني صاحبها او شيء يعني. تمام يعني هي قد يكون فيها مثلا بعض السماسر يمكن عرفت شلون. جميل. طيب بس هي بالوقت نفسه ساعدت بعض الناس يعني وحتى من ضمنهم انا يعني. كيف ساعدتك؟ انا مثلا هم كتبوا على المجموعه انه فتح رابط سلطان بيلي مثلا. انا فورا رحت على الرابط اللي دار تجي حطته ودخلت بياناتي. طبعا هي شوي صعبه يعني خلينا نقول مو انه صعبه انما شوي تطول احتمال لانه يعني يكون في ضغط قوي على الرابط يعني. ايه شلون؟ فالمهم انا حاولت يمكن من ثالث مره يعني صار معي يعني حجز الموعد. طيب طبعا هي الخطوات كثير سهله يعني. طيب يعني انت يعني انت انت بمعنى اخر مجرد انك تابعت هاي المجموعه قالوا لك فتح الرابط ام دخلت بس بهذه الطريقه؟ فقط دخلت على الرابط اللي دارت الهجره يعني قصدته عشان الحجز. فهي القضيه جدا سهله يعني استاذ. هي القضيه عباره عن 5 نقرات. اول نقره تحط التاج، الثانيه تحط اسم الوالد، بعدين تحط رمز التحقق، وبعدين تختار سبب الموعد. ليش بدك اكثر من سبب؟ بعدين تختار تعمل شو اسمه اختيار يعني. هي القضيه جدا سهله لكن العقده الكبيره هي بموعد فتح الرابط. طيب يعني انت الان حتى الناس اللي عم تسمعك وتقول كيف عامر استطاع ان يحجز موعد، انت استطعت ان تحجز الموعد فقط من خلال انه تتابع هذه المجموعه لما بيقولوا فتح الرابط تدخل وبتسجل بهذه الطريقه. هو يعني ما في غير هذا الحل يعني لانه انا قلت لك استاذ يعني الناس. طب ما هو يا عامر ايه تمام، ما هو يا عامر كالتالي. طب انا لما اصلا بكون بشغلي كمان ماني قادر اشوف التليجرام. هو اذا انا قادر اشوف التليجرام كل شوي كل شوي كل شوي معناته انا بستطيع اني ادخل وراقب لحالي. صح كلامك لكن المجموعه هاي يعني ما ترسل كل شوي رساله يعني عرفت شلون. يعني هي قد ترسل باليوم كله مثلا مره واحده او حتى يمكن ما ترسل اصلا لانه الرابط اصلا ما يفتح كل يوم. يعني انت تنصح الشباب انهم يتابعوا هذه المجموعه حتى يعرفوا ايه بهذه الطريقه. طبعا هلا هي حل يعني انا قلت لك اللي ما بده اللي خلينا نقول اللي بده يكون اعتماد على نفسه يعني وحتى انه ما يعطي كلمتك ولا لسمسار. صح. يعني هذا طريقه جيده يعني خاصه انه تعرف يعني لما يكون كلمتك عند شخص ثاني. صحيح. يعني طيب عم يكون بامكانه يعمل اكثر من شغله يعني. يعني اذا 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 اخي عامر انت بتقول انه الموضوع هو فقط يحتاج مثل هذه المجموعات مثلا، ومن خلال هذه المجموعات انت بتستطيع انك تعرف الرابط بيقول لك فتح سلطان بيلي فتح كوم كوبي، بتدخل مباشرة بتسجل على السريع. وهل تدخل. عندك فكرة قديه بيستمر الرابط مفتوح؟ هو الرابط استاذ المشكلة فيه انه ما عم يفتح بالشهر بس مرة واحدة يعني وعم ياخذوا مواعيد لشهر كامل بعدين الرابط يسكر. فإذا الرابط مسكر تقريبا شهر حتى يمكن شهر ونص حسب يعني ما انه يكون في عندهم مواعيد بدائرة الهجرة. واتوقع هاي من المشاكل اللي خلت يعني الناس تصير صعوبه بالحجز. يعني لو كان الرابط فاتح على طول مثلا تمام، حتى لو كان انا اجي دور بعد 5 شهور او 6 شهور خلاص انا اكون. طيب شو اسم يعني قناه التليجرام هاي؟ والله ثواني لافتحها لانه انا قلت لك انا ترى ماني صاحبها او شيء يعني. طيب تمام انا راح اطلب منك شغله. انت الان احنا موجودين على الفيسبوك تمام، الشباب كله عم يسال، فإذا بس تلاقي الرابط لو تكرمت وتدخل إذا الرابط موجود تدخل تضع هذا اللينك بحيث أن الشباب يدخلوا ويستفيدوا أيضا من
هذه القناة. تمام إن شاء الله. هلا إن شاء الله بعد بعد ما إن شاء الله أسكر إن شاء الله بإذن الله تعالى عن المجموعة. أشكرك أخي عامر على مشاركتك تجربتك في هذا الموضوع، وإن شاء الله كل التوفيق لك.